هذا هو المكان؟ نعم، هذه جرة تعود إلى العصور الإسلامية. لقد قمنا بمجموعة دراسات وأبحاث عنها، ووجدنا أنها تعود إلى سوق المدينة القديمة. رائع، سنجعل المكان هنا مقصداً سياحياً ونبني متحفاً في تلك الساحة لنبين للناس أهمية هذه الآثار في تكوين المدينة. وبالنسبة للتمويل لا تخشى شيء، سنمول هذه الأبنية ونمول أبحاثاً أخرى لدراسة المكان. هل هذا هو الحيط اللي صرعتوا رأسنا فيه؟ ها؟ هذا هو سيدي، هذا السور عمره 4500 سنة، فيك تقول انه يعتبر من اهم الامثلة التاريخية على البناء بالعصر. بس ليك على الموقع الاستراتيجي بنص السوق، يا سلام. سيدنا اكيد، ما هو بنص سوق المدينة القديمة، نحن بحاجة بعض التمويل والمصاري لحتى ندرسها اكثر ونبحث اكثر. برافو عليك، قدامها السور المهرهر هاد بنحط كتير بسطات، بناخذ منه الحصة باخر الشهر وبنلحس اصبعتنا. وين وين سيتويشن يعني. قلت لي يا ابني انه في معبد تاريخي هون، وينه؟ خدني فرجيني اياه. أهلين وسهلين وميت مرحبتين بالأميغوس والأميغاس، أصدقائي وصديقاتي المتابعين والمتابعات، شلونكم؟ إذا قلت لكم أذكروا لي عاصمة غربية أوروبية حكمت من الفلبين شرقاً إلى كاليفورنيا وتشيلي غرباً، وهي العاصمة أسسها العرب المسلمين، أجيبوا بما لا يزيد عن كلمة واحدة وخذوا هنيها. خلصت لهنيها. شو هي؟ غلط. هي مدينة مجريط. مدينة مجريط. نعم يا أحبائي، هي مدينة مجريط، ليست خطأ مطبعي ولا إفه، اسمها مجريط. مجريط هي مدينة أسسها العرب المسلمين وحكمت بوقت من الأوقات النمسا وهولندا وجنوب إيطاليا. هولندا الطواحين يا جهبذ، هولندا الطواحين يا حمادة. مجريط يا أحبائي المتابعين والمتابعات هي المدينة اللي تحول اسمها لاحقا لمدريد، عاصمة الإمبراطورية الإسبانية. هذا الاسم اللي منتشر كتير بمنطقتنا بسبب كرة القدم طبعا. منضل نسمع ريال مدريد وهلا مدريد، تخيلوا لو الاسم العربي كنا عم نقول هلأ ريال مجريط واتلتيكو مجريط، وكان الحكومة بنزيما هلأ لاعب مجريطي. كأنه شكلك انت يا جهبذ من جماعة كنا عظماء وأين كانوا عندما كنا، واسأل الله أيام زمان لما حكمنا نص الكرة الأرضية ما بلاش نتكلم بالماضي يعني يا جهبذ، الماضي ده كان كله جراح. أول شيء حمادة إذا بتريد لا تطلق علي أحكام، أنا بزعل منك، زعل جهبذ ثقيل. ثاني شيء، أنا صحيح بحب الأندلس وتاريخها وكل شيء متعلق فيها، بس أنا أقول ما لنا وأقول ما علينا يا حمادة. إذا في شيء نتغنى فيه نتغنى فيه، ليش حتى ما نتغنى؟ نقبر قلبنا بس بهدف نستفيد منه ونتطور نستأنس فيه يعني. والجوانب المظلمة بنحكي عليها مشان ما نكررها. ما أنت عم تشوفني حمادة صار مدري كم حلقة أنا ماسك الجوانب المظلمة والسوداء بتاريخنا وبالحياة المعاصرة تبعنا ونازل فيها حكي. أنا غراب السوشيال ميديا بكل فخر. السوشيال ميديا العربية. أنا استني عتبان عليك وزعلان منك، أنا عم بحاكيني. معلش خلينا شوي نتغنى هاي الحلقة. إذا بتروح على مدينة مدريد بتتمشى فيها بتلاقيها مدينة جميلة جدا، هي عبارة عن متحف كبير كل الأبنية فيها حلوة، شوارعها نظيفة، ناس مبسوطين، بتلاقي النوافير عم بترشرش المياه بالمكان، والناس بالقهاوي والمولات، والناس سهرانين بالطريق، وموسيقى جميلة هيك تطرب الأذان، وبتلاقيك ملعب البرنابيو موجود فيه 13 كأس دوري أبطال أوروبا، اللهم لا حسد، وناطحات سحاب وشركات كبيرة واقتصاد قوي، شغلة مرتبة على كيفها. ومدينة مدريد عم تنافس ميلان اقتصاديا، فرسي ريهان مين بده يكون المركز الثالث بعد باريس والراين روهر بالمانيا من حيث الناتج المحلي؟ مدينه قويه اقتصاديا يعني يا حماده، يعني المدينه من مجاميعه. اذا كان بدك اماكن السهر تحيه للهضبة عمر دياب موجود، اذا كان بدك مال واعمال بيحضر، رخاء موجود، رواء موجود، والجو جميل عشان انت جميل حماده، كمان تحيه لعمر دياب. شكرا يا جهبذ انك خليتني اشتهي روح على مدريد، بس انا شو بدي فيها؟ وانت ماشي بازقه مدريد يا حماده سائحا عم تتفرج، ان شاء الله بتروح يا رب انت وسعاد وكل المتابعين، يستنى انتباهك ساحة صغيرة. عمى شو هالساحة هاي؟ تتطلع على اسم الساحة وإذ باسمها ساحة مسلمة. عمى شو اسم عربي؟ بتكمل دوارة بتلاقي انه في حديقة اسمها حديقة الأمير محمد الأول، بس بتلاقي شكلها غريب، فيها نقوش أرابيسك كتير، يعني بتحس شكلها شرقي شغل عنا. وإذا بتقرأ اللافتة اللي عم تشرح لك سبب تسمية الحديقة بتقلك انه الأمير محمد الأول هو كان أمير قرطبة، محمد بن عبد الرحمن الأوسط أحد أحفاد الأمير عبد الرحمن الداخل صقر قريش، مؤسس الإمارة الأموية في الأندلس. شو جاب محمد الأول على مدريد يا جهبذ؟ أنا عدم مؤاخذة بعرف أنه الأثر الإسلامي موجود بإسبانيا، موجود بالأندلس بالجنوب، إشبيليا، قرطبة، ملقا، غرناطة، شو جابوا على مدريد؟ ما فهمت، كيلي أكتر. ها هاد يا سيدي سنة 852 ميلادي تولى إمارة الأندلس وإمارة قرطبة الأمير المعروف بمحمد بن عبد الرحمن، هذا اسمه بالعربي، أما عند الإسبان فاسمه محمد الأول. حكم هالأمير فترة طويلة حوالي 35 سنة، واهتم فيها بشكل خاص بالبناء، بنى مدن ومشاريع ري ودار الإمارة، وبنى جوامع وبنى قلاع
وكانت المدن بوقتها تعتبر مركز الإشعاع الحضاري، لأنه بالمدينة بتبني مدرسة ومكتبة ومسجد وحمام وكل مؤسسات الدولة. واحدة من القلاع اللي بناها الأمير محمد هي قلعة، صارت لاحقاً المركز الرئيسي لمدينة مدريد، هي اللي توسعت لاحقاً حواليها المدينة وأجوا عليها السكان المدريديين الأوائل. وبدأت تتطور هاي المدينة، صحيح ما صارت مدينة كبيرة وضلت طول فترة الأندلس مدينة صغيرة، بس تطورت، صار فيها بيوت حلوة وقنوات مائية للري والزراعة وضواحي جميلة وشي آخر ألاجها، وعاش فيها علماء كتير. ولليوم العلماء الإسبان عم يحاولوا يبحثوا ويدوروا على أي عالم لقب بالمجريطي، يعني لقبه كان المجريطي، أبو محمد المجريطي، خالد المجريطي، حماد المجريطي، لحتى يفهموا تاريخ مدينتهم أكثر. يمكن واحد من أهم العلماء المجريطيين هو أبو القاسم مسلمة بن محمد المجريطي، اللي كان يعتبر أهم عالم رياضيات وفلك بعصره. هذا نفسه تبع الحديقة، حديقة مسلمة، ذكرته حمادي وأنت ماشي في حديقة مسلمة، هذا نفسه. وبيقولوا العلماء الإسبان إنه هذا العالم المجريطي مو بس كان سابع عصره بأبحاثه، لا، بل إنه عمل شيء بيشبه مدرسة لدراسة الفلك استمرت بقرطبة بعد وفاته فترة طويلة، وخرجت أجيال من علماء الفلك والرياضيات، وتطورت بمدريد حرف كتير، وصل أصحابها لدرجة كبيرة من المعلمية، وصاروا معروفين إنهم أسطوات معلمين، إيديهم تتلف بحرير، إن كان بأعمال البناء أو الإنجار أو الإحداد أو الدباغة، واستمرت هاي المعلمية موجودة حتى بعد ما صارت مدريد مع مملكة قشتالة الإسبانية المسيحية بالقرن الحادي عشر الميلادي، وضلوا المسلمين بالمدينة هن أشطر من اشتغل بهاي المهن، لدرجة إنك إذا بترجع للسجلات الإسبانية بالقرن الخامس عشر، يعني بعد حوالي 300 سنة من سقوط المدينة، بتلاقي إنه كاتبين إنه إذا كان بدهم يبنوا بناء محترم مالك غير شيوخ البنائين المسلمين، وكان الواحد منهم يسمى بالعريف، أو يعني فيك تعتبره شيء مثل مهندس، وهالكلمة على الريفة صارت كلمة إسبانية، إن شاء الله نكون عم نلفظها صح حمادة. ولليوم إذا بتفتح السجلات الإسبانية بتلاقي اسم العريف والشيء اللي عمله، اسم العريف والشيء اللي عمله، مثل مثلا المعلم أو الدون محمد اللي شارك ببناء القصر الملكي بمدريد، أو المعلم أو الدون حسن اللي شارك ببناء باب المستشفى للاتينا، بالإضافة لكثير من النجارين والصباغين المهرة اللي كانوا يشتغلوا مباشرة مع ملوك إسبانيا بسبب إتقانهم لشغلهم. يعني شلون هلا إذا دولة عربية بدها تعمل بناء مهم كتير بالنسبة لها بتروح بتجيب مهندس أجنبي؟ إيه بالعكس، كان هذيك الأيام الملك الإسباني يروح يجيب مهندس مسلم. ونفس الشيء بالإحدادة اللي ظلت محتكرة من الأسطوات المعلمين المسلمين لفترة طويلة بعد سقوط الأندلس. لحظة يا جهبز، وكأنك عم تقلي أنت إنه ضلوا المسلمين موجودين بعد سقوط الأندلس. إيه نعم يا سعاد، صحيح كانوا يضايقوا عليهم، بس ضل في وجود عربي وأمازيغي مسلم بكتير من مدن الأندلس، لحتى قرر ملوك الإسبان إنه يتبعوا سياسة أكثر تشددا ويتخلصوا من المسلمين والأقليات الثانية يطردوهم برات الأندلس ببداية القرن السادس عشر. وإجا عصر العنف ومحاكم التفتيش وانتهى وجود مجريط نهائيا وإجت محلها مدريد، بس ما بتعرف بجوز يكون ضل شوي منهم ويطلع البروفيسور تبع كاسا دي بابيل أصله من عنا مجريطي. طب عدم المؤاخذة أخ جهبذ، من وين إجا اسم مجريط؟ ما قلتلنا هالشي. كان موضوع نقاش بيننا نحن العلماء والباحثين لفترة من الزمن، بس رواية الأحداث بتقول إنه اسم مجريط جاي من مجرى الماء. مجرى الماء، أي طه ما حدا بيعرف منين جاي، لسه عم يدرسوا ياخذوا يعطوا، بس يعني الاسم كان معروف. طب إذا إسبانيا معترفين بالأصول العربية الإسلامية لمدريد، ليش أنا كسعاد مو سمعاني بالقصة؟ والله يا سعاد الموضوع معقد بصراحة، بس يمكن السبب الأساسي هو إنه الإسبان ذات نفسهم ما كان بدهم يعترفوا إنه مدريد أسسوها العرب المسلمين، والله أعلم. مو بس لأنه كان في حرب بين الطرفين، وفي سبب أهم من هيك، مثل ما قلت لكم إنه مدريد الله فتح عليها بعدين وصارت عاصمة إمبراطورية متلامية الأطراف، وصار العلماء الإسبان لما يكونوا قاعدين مع علماء من دول أوروبية تانية يخجلوا إنه عاصمتهم مدريد جديدة مؤسسة من جديد ما لها زمان، مقارنة بعواصم إمبراطوريات أوروبية تانية مؤسسة من زمان، مثل لندن مثلاً بتعود العصر الروماني، أو باريس يقارن وبترجع ل 250 سنة قبل الميلاد، ما بالكم بإسطنبول أو القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية، شغلة كتير قديمة يعني، نحن وين فايتين نحن بهالعواصم القديمة نحن كإسبان ومدريد، إلا نحن العلماء الإسبان عاصمتنا جديدة، والله ما مستحيل ما بنقبل، نحن عاصمتنا أصلاً اللي أسسوها الرومان ويمكن حتى اليونانيين، هيك صاروا يقولوا العلماء الإسبان، وبطريقهم خفوا الماضي العربي الإسلامي للمدينة، وما ظهر إلا من فترة لما بلشت تطلع الأبحاث اللي ما بيجيب لكم إياها غير الجهبذ، وهلا صار في عدة نشاطات وأبحاث وكتب بتأكد على أصل المدينة العربي الإسلامي وعلى الآثار العربية اللي فيها، بس أوعك تفهميني غلط وتفكريني عم لك إنه إحنا علمنا عليهم إنه إحنا اللي بنينا لهم مدنهم ومدري شو، لا كمان هن الغرب والحضارات الغربية بنوا مدن عنا مثل مدينة الإسكندرية اللي بناها الإسكندر الأكبر، موضوع تبادل يعني، ثقافات تتبادل من بعض، إحنا بنبني لهم مدينة هن بيبنوا لنا مدينة عادي. بس أنا حزين يا حمادة، ما بدك تسأل ليش؟ طيب لحالي رح أحكي، حزين لأنه معشر العلماء الإسبان أخذين قصة مجريط بكل جدية، ويلي عم يدرس شو كان نظام التحصينات العربية، واللي عم يعمل جداول بأسماء العلماء والقضاة اللي كنيته المجريطي، ويلي عم تتبع وتدرس شو صار بتاريخ المدينة بعد سقوط الأندلس، ويلي عم تقول لك تعالوا نفتح متحف ومركز دراسات لحفظ آثار مجريط، مع إنه الفترة اللي كانت فيها مجريط يعني مدينة عربية إسلامية فترة قصيرة عدم مؤاخذة وكل اللي بيان فيها كم حجر، ومع ذلك مشلومين فيها شلم منن وقاعدين عم يدرسوها، بحثوا فيها حجر عم يدرسوها. أنا اللي قارني بقى إنه شوف العلماء الإسبان فين ونحن فين. أنا والله كنت جاي أتغنى يا حمادة، أنا كنت جاي أتغنى بتاريخنا المجيد، بس ما تركوني بحالي، شوف ضلوا وراي لحتى رجعوني، بدهم ياني أنا أرجع أطلع النقاط السوداء بحياتنا في
الحاضر. هذا مو شغل هذا يا حمادة. لك نحن الآثار اللي عنا بمنطقتنا أقدم من مدريد بآلاف السنين، عم تنفك وتنباع بملايين القطع سعاد، ويلي عم يتدمر ويلي عم يتهرب ويلي يمكن تلاقيه متحول لطاولة كوي. عن جد هن عندهم كم أثر من آثارنا ونازلين فيهم دراسة وتقصي حقائق، أما نحن فلا، حياة لمن دون نادي. وفوق هذا وذاك اليوم نشوف أنه لأنه مدريد من أحسن المدن بالعالم، وين في قائمة أفضل مدن للعيش بتلاقيها واقفة، أما مدننا فكمان موجودة على قوائم، قائمة أسوأ المدن للعيش، للازدحام، للشوارع الغرقانة بزبالة، وتصدير المهاجرين واللاجئين. شو لنا أصلا نحن لحتى نصير مثل مدريد؟ جابوني على هذا السؤال بالتعليقات، وإذا عجبتكم الحلقة اعملوا لايك إعجاب، كبسوا، لا تنسوا، واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، وانتظروا الحلقات القادمة وشوفوا الحلقات السابقة، وشاركوا الحلقة بين أصدقائكم، خلونا نشوفوا تاريخنا المجريطي وحاضرنا. سلام.